أحسن الله إليكم، من أظهر الندم على فعل خير لإنسان بحجة أنه ناكر للمعروف وأنه لم يقابل الإحسان بالإحسان، فهل ذلك ينافي الإخلاص؟ هذا في الحقيقة يقدح في الإخلاص، هذا يقدح في الإخلاص، لأن الإخلاص أن تجعل ذلك لله، فلا يؤثر في عملك دنيا. فكونك إذا أعطيته ولم يقابلك مثلا بالابتسامات والشكر وكذا تندم على إعطائه، هذا في الحقيقة يقدح في الإخلاص. فينبغي أن يكون إعطاؤك لله ولا تنظر إلى ما وراء ذلك من الدنيا. نعم.